بشتغل في المنادية عشان لا حد يساعدني ولا اخد حاجة من حد ولا مد ايدي لأي حد. دي بقالي 50 سنة بشتغل فيه، كبرت عيالي معايا 4 صبيان كبرتهم وتعلموا واشتغلوا معايا، وكان معايا بيت عروسة جوزتها وكانت بتشتغل معايا وقايمة معايا في طول الدار، وجوزتهم والحمد لله جوزتهم كلهم وبيشتغلوا معايا. بشتغل في المنادية عشان لا حد يساعدني ولا اخد حاجة من حد ولا مد ايدي لأي حد، وبشتغل فيه عشان بشتغل فيها من قبل ما اتجوز، ابويا علمها لي واشتغلت فيه، واتجوزت مع جوزي واشتغلت فيه.